يقول: أتيت من قطر لأداء العمرة، وسمعت أن النوافل لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فهل أصليها أم لا؟ إذا كنت مقيما في مكة أو في المدينة مدة طويلة تزيد على 4 أيام فإن السفر انقطع، وعليك إتمام الصلاة والإتيان بالرواتب لأنك أصبحت مقيما. أما إذا كنت في الطريق أو إقامتك أقل من 4 أيام وقصرت الصلاة فلا تأتي إذا قصرت لا تأتي بالراتبة، وإذا أتممت فأتي بالراتبة. نعم.